اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدين قناه الطريق، وكما عودناكم في زياراتنا لاهالي الشهداء. النهارده معاكم من منزل الشهيد ايمن صابر بشاي، وهنتعرف مع بعض ايه اللي حصل في يوم 9 اكتوبر. هنسمع من اخوه وهنسمع من والدته وهنعرف حاجات كتير جديده النهارده، يمكن اول مره كمان نسمعها حصريا على قناه الطريق. أهلا وسهلا بيك يا ماما. بيك. حضرتك النهاردة مر أكتر من 40 يوم على فراق أيمن، تفتكري في آخر مرة شفتي أيمن كانت إمتى؟ كان يوم الحد الصبح يوم ما مشي ما رجعليش تاني. طب إيه الحوار اللي دار بينك وبينه، أو قال لك إيه قبل ما ينزل؟ مفيش حاجة، هو كان يقوم يقول لي صباح الخير يا ماما، أقول له صباح النور يا حبيبي، يقوم يشرب الشاي ويلبس وينزل. في اليوم ده نزل وبقى يقفل في الباب، يجي 3 نوبات باب الشقة مش معود، بس لقيته مش راضي يتقفل، فقلت له خلاص يا حبيبي سيبه أنا طالعة أقفل. فطلعت لقيته واقف على السلم بيبص لي كده مش معود، كان معود ينزل على طول كده. ففي اليوم ده راح بصص لي كده ومشي، ومن ساعتها ما شفتهوش تاني. وهو حبيبي كان دايما يطلب يقول لي يشوف الصناديق بتاعت يقول الله الله، انا عايز الموتة دي يا رب، انا عاوزها دي يا رب. اقول له لا يا ابني احنا ناقصين، حرام عليك يا امي، اللي هو اسم الدلع بتاع امي. انا يا ابني حزني وبابا لسه ما راحش من قلبي، يعني بابا ميت بقالش ما كملش سنتين، وهو كان شايله بقاله 16 سنة. بابا تعبان وهو بقى من الدكاترة والمستشفيات وده وده دايخ بيه، وجابه بقى في الأيام الأخيرة في البيت هنا، بقى يجيب له الدكاترة في البيت هنا، ده سبب تأخير جوازه يعني دلوقتي. فكنت كل ما أقول له يا ابني عايزين نفرح بيك وبتاع يقول لي ما أطمن على بابا، ما أطمن على بابا. وبابا مات، وجيت بقى له يا ابني كان يوميها يوم الجمعة، بقول له في 2 بقى عروستين يا ابني جايين لك مرة واحدة وعايزين نشوفهم يا ابني وكده. قال لا يا ماما ما تحطيش دماغي في حاجة، ده زي كده أنا مش حاطط دماغي في زي كده في حاجة زي كده. ليه يا ابني؟ وزعقت معاه واتخانقت وزعلت معاه، فراح قال لي ما تحطيش دماغك في حاجه زي كده. بس فحتى اخواته كلموه كانوا موجودين عندنا، وهو برضو قال لهم لا، هو اللي اتكلم معاه برضو قال له لا. بس وبقت يطلب الموتة دي، وبقول له ليه يا ابني حرام عليك؟ قال لا يا ماما ده انا كده اخد اكليل المسيح، وبعدين انت يا ماما كده دم يسوع ضحى بدمه علشان على الصليب، واحنا ما نضحش بدمنا عشانه، ده احنا دي كرامتنا وديت. اما اقول له ما تروحش هناك يقول لي دي كرامتنا، ما روحش ازاي يا ماما؟ يعني لا ما تقوليش كده، واحنا دمنا اغلى من دم يسوع اللي ضحى بيه على الصليب، ده انا كده اروح اخد اكليل المسيح، يا ريت يا ريت طولهان يا رب. وبقى يطلب من المسيح يعني والعذراء والقديسين في الاوضه الثانيه. وبعدين بقيت اقول له يا ابني ما تقولش كده، وراح يوم الثلاث برضه جاني ايده مجلوطه من هنا لهنا ورجله مجلوطه من هنا لهنا، اتاريهم كان هيغرقوا في النيل، ورجله اتجلطت، وابنه واخوه برضه دراعه ده مجلوط كده من عند الكوع كده. ده يوم الثلاث اللي هو قبل يوم الحد، يوم رائف اللي هو ايوه. وراح قال لي يا ماما ده في يوم الحد في مظاهره، قلت له ما تروحوش تاني يا مين، ما تروحوش تاني، انا في عرضكم حرام عليكم. وحتى رحت قلت لابني ده هو ما تروحوش يا وائل، احسن لنا متهيألي ان انت هتيجي من غير اخوك. راح قال لي تعرفي يا ماما تسكتي، ما تقوليش ما تروحوش يا ماما، دي كرامتنا وديت كده. قلت لهم طب خلاص، سكت على حساب انهم هم مش هيروحوا، وحلفتهم بباباه وقعدت ادعي على نفسي ليهم، وبرضه راحوا من ورايا. بس ما هي مش عارفه يعني اقول ايه تاني، مش عارفه. عرفت ازاي انه استشهد؟ انا عرفت ان هو استشهد، انا كنت بنشر غسيل في البلكونه، بس لقيت قلبي انقبض كده ودب، فقلت ايه ده، فدخلت جوه، فافتكرت ان هو كان بيقول لي ان في مظاهره يوم الاحد، فبفتح يوم التلفزيون كده فلقيت نار مشعليله وحاجات ايه ده. وبعدين لقيت واحد من الجيش واقف وربط له ايده باين من وحاطط هنا قطنه، وقعد يقول المسيحيين المسيحيين ولاد الكلب، المسيحيين الكفار، الكفار ولاد الكلب، احنا بنحميهم وهم بيضربونا، الكفار ولاد الكلب 3 نوبات وهو يقول. رحت انا قلت له احنا برضو اللي بيضربوك،
ولا انتوا اللي مبهدلنا؟ وما اعرفش حاجه بقى. فلقيت صحاب ولادي، بنت اختي بتتصل بيا وبتعيط، بنت اختي دي في الاميريه، فبتتصل بيا وبتعيط، فبتقول لي يا خالتي في وائل موجود؟ قلت لها لا، وائل في الشغل بتاعه. طب وايمن؟ قلت لها في الشغل بتاعه. راحت قالت لي، قلت لها ليه انت مش معوده تطلبيهم يعني يا جاكلين؟ راحت قالت لي لا، ده انا بسأل عليهم بس كده، كنت عايزه وائل او اميل. فانا ما دخلتش دماغي، فقلت الله في ايه. بصيت لقيت صحابه جايين وبيقولوا لي ايمن هنا؟ قلت لهم ايمن في الشغل، ووائل قلت لهم في الشغل. فمشوا على حساب ان هم ايه، عارفين ان انا مش عارفه حاجه. فبقول لهم في ايه؟ قالوا لي ما فيش حاجه، ده احنا جايين بنسال. طب عايزينه في ايه يعني؟ عشان لما يجي اقول له. راح قالوا لي ده احنا كنا عايزينه بنسال عليه يعني نطمن عليه بس. اتاريهم شافوهم بس، وبنت اختي دي بشافته برضه، اتاريها مش راضيه تقول لي بقى، ما عرفتني مش عارفه حاجه، ما رضتش تقول لي. فانا بقى قلبي حس، قلت لا ولادي فيهم حاجه. فدخلت لبست ورحت نازله، رحت لهم على المطارح اللي هم فيها، ما لقيتهمش، لقيتهم قافلين. قلت بس يبقى عيالي جرى لهم حاجه. فجيت هنا بقيت بقى ماشيه مش عارفه، مش شايفه قدامي، وبقيت الطش. وجيت هنا بقيت اعيط واقول عيالي فيهم حاجه، وبقيت اصوت. اتصلت، جبت حد من جيراننا اتصل ببناتي، ما لقيتهمش في البيت، لا بنتي دي ولا بنتي دي. حاولتيش تتصلي بأيمن أبو وائل ساعتها؟ انا ما بعرفش اطلب بس. فبعدين بقى اصحابه لما جم لقوني بقى نازله في الشارع وعماله بعيط، قلت لا انا هروح ادور على عيالي اشوفهم فين، اشوف الضرب والحاجات دي فين، واروح اشوفهم. هم اكيد راحوا البتاع المظاهرات. خدت بعضي ونزلت في الشارع، لقيت الناس كلها اتلمت عليا بقى، تاريهم شايفين وعارفين. قعدوا يقولوا لي ده هو تلاقيه جاي زمانه، جاي زمانهم جايين. واصحابه بقى يقولوا لي طب استني هنجيب لك عربيه. اتاريهم اتصلوا بميل بوائل، فوائل بيقول لي، بقول له يا وائل فين يا وائل؟ بيكلمني بيقول لي ايه يا ماما ما فيش حاجه وبتاع. قلت له طب انت زي ما كلمتني اميل فين؟ راح قال لي اميل قاعد جنبي. قلت له طب خليه يكلمني زي ما انت كلمتني وما اطمن عليه. راح قال لي ده هو في المستشفى يا ماما، تعبان متعور في المستشفى. قلت له لا، ده هو مات، اميل مات، انا قلبي حاسس ان هو مات. بس فضلت اعيط واصوت، لقيته جاي هو واخواته، جاي باخواته وجوه. وصبحنا الصبح بقى، رحت لقيته حتى ما خلونيش حضنته ولا بوسته حلو. بس ما مديت بقي كده على، راحوا خاطفني من على، وقالوا له بس ما طلبتوش تاني ومش عارف ايه عشان متكسر ومتدغدغ. والله سامحهم اللي عملوا في عيالنا كده، وحرمونا منهم، حرمونا من عيالنا، حرام عليهم كده، حرام يكون كده. نار شديدة، نار الضنا دي شديدة قوي، أشد نار في الدنيا، أشد نار في الدنيا. معلش احنا ربنا علمنا التسامح ونسامح اللي عمل كده فعلا، واحنا مش زعلانين، احنا المفروض نفرح ان هو واخد اكليل شهادة وليكم شهيد دلوقتي وليكم شفيع في السماء قريب منكم. فرحانة ان هو في حضن يسوع، وهو راح ليسوع وراح للست العذراء والجميع القديسين، وربنا يهنيه بيسوع وبالعذراء وبجميع القديسين. وانا فرحانه له، بس الفراق صعب عليا، مش قادره ابعد عنه، مش قادره على فراقه، وهتجنن كل ما بيعدي عليا يوم بشتاق له اكتر، وتعبانه اعصابي تعبانه عشان انا ما نمش لا ليل ولا نهار اساله ابني. طول الليل انده عليه، وطول الليل اكلمه واقول له رحت فين وسبتني، لان هو اللي كان بيعنا، وهو اللي كان بيجري علينا ويدور ويعمل كل حاجه. هو وأكيد سامعك برضو وبيرد عليك وبيتكلم معاك، هو ما فرقناش، هو موجود وفي وسطينا، يعني الشهداء بيبقوا أحياء وموجودين معانا. إحنا بنيجي بناخد تعزيات منكم، وإن إحنا بنيجي مكان فيه شهيد ده مكان مقدس يعني، فإحنا بنيجي بناخد تعزيات منكم. ربنا يديكم الصحة وما يحرمناش منكم، ويخليكم ويوعلكم في طريقكم، يحافظ عليكم ربنا، ربنا يحافظ عليكم يا في كل خطوة سلامة، ويسوع معاكم. تحب انت لو عايزه تقولي حاجه لايمن دلوقتي هتقولي له ايه؟ هقول له وحشتني ونفسي اشوفك، مشتاقله، اشتقت له قوي، مش قادر على بعده ولا على فرقه، وبعد عني ابدا،
اشتقت له خالص، والنار بتولع في قلبي كل ما بيغيب عني يوم. هو اكيد سامعك وهيجيلك وهتشوفيه وان شاء الله يبقى معانا ودايما. هنكمل مع بعض اللقاء مع اخو الشهيد وائل، اخو الشهيد ايمن. معانا وائل، معانا وائل كان معاه في نفس المسير وهيحكي لنا التفاصيل اللي حصلت من ساعة ما نزلوا لغاية ما أيمن استشهد. أهلا وسهلا بك يا وائل. أهلا بحضرتك. ممكن تحكي لنا اللي حصل في اليوم ده بقى من أوله كده؟ طبعا أنت كنت معاه في المسيرة من أولها، فاحكي لنا من أولها لغاية اللي حصل كله. إحنا كنا مجمعين طبعا. إحنا قبلها يوم الثلاثة الجيش لما هاجم علينا بالليل ساعة موقع حادثة أو موقع، طبعا انا وهو كنا متعورين لان الجيش اجبرنا ان احنا ننزل من ورا السور اللي هو على النيل. فطبعا الحته ديت كلها مدحرجه وخشنه، فاتكعبلنا طبعا وقعنا وفي تعويرات وفي ناس اتضربت من الجيش وكده. يوم الاحد كنا عارفين ان في مسيره هتطلع من دوران شبرا الساعه 3. هو راح هنا، راح القبليه لقى العداء، قال انا هروح ابوه اشوف كده لو في حاجه هتصل بيك اقول لك يعني. راح الساعة 3، فضل واقف شوية، اتأخر لغاية 3:30 4 تلت، فاتصلت بيه لقيت موبايله غير متاح. هو اتصل بيا وراح قال لي تعالى لو ما جيتش هيفوتك نص عمرك، تعالى في العدد هنا كبير قوي. فروحت له، ابتدينا نتحرك من الدوران، ابتدينا نتحرك من الدوران متجه رايحين ناحية ماسبيرو لغايه كوبري المشاه بتاع السبتين. كل الفتره ديت ماشيين مفيش اي حاجه، لقينا شويه ناس لابسه مدني طالعين علينا بيحدفوا طوب وازاز، في ضرب نار خرطوش كنا سامعين صوته لكن ما شايفين، مش شايفين مين اللي بيضرب. الطوب والازاز بيتحدف علينا بس ربنا برضو قدرنا وعديناه. بس في حاجه انا كنت مستغرب منها قوي، ان الناس ديت بتكسر العربيات اللي مركونه في المنطقه. يعني دي حاجة أنا كنت مستغرب لها بس يعني فهمتها بعد كده. بعد كده عديناهم لقيناهم بقى ابتدوا يطلعوا علينا من الحواري والشوارع بتاعت كولاء أبو العيلة. برضو عديناهم، ابتدينا من بعد ما دخلنا ماسبيرو عند فندق هيلتون رمسيس بالظبط. وابتدينا نمشي لحد ما وصلنا عند صدقو، محل صدقو. لقيت ده اللي انا لاحظته، معرفش حد غيري شافه ولا لا، بس انا شفت طلقه ضوئيه اتضربت في وسط الميه. وبعد كده الانوار بتاعت الشارع اللي هي العمدان اتطفت، وكتايب خرجت من مبنى ماسبيرو، كتايب جيش، وانا قاصد بكلمه كتايب جيش لان دي كانت مترتبه. كتائب الجيش دي طلعت انضمت للي كانوا واقفين بره وابتدوا يهجموا علينا، وابتدت المدرعات تتحرك، عربيات جيب تتحرك، كان في اتوبيس قوات مسلحه، نقل قوات مسلحه، نزل ناس مدنيين وفي ايديهم سلاح. الجيش هو بيهجم علينا بيقول الله اكبر ولا كانه داخل حرب. والناس اللي نزلت الاتوبيس الجيش والمسلم ايد واحده، وابتدوا يضربوا فينا والمدرعات ابتدت تتحرك زجزاج عشان يدوس على الناس كده وكده. المدرعه كانت جايه من ناحيه مبنى ماسبيرو والتانيه كانت نازله من على الكوبري، جايين عكس بعض، غير العربيات الجيب والاتوبيس كان في اتجاه. وابتدوا ضرب النار ويدوسوا على الناس. انا كنت مع ايمن لغايه اخر لحظه، والمدرعه لما دهسته طبعا انا شفت المنظر فتحاولت ابعد عن المدرعه لانها كانت يعني كانت في اتجاهي انا برضو. فعديت فاتكعبلنا فكعبلت في مجموعه من الناس وقعنا على الارض. العساكر جم هجموا علينا قعدوا يضربوا فينا على بال ما الطوب، طبعا الناس ما كانش حاجه في ايدينا غير ان احنا نحدفهم بالطوب لانهم افتروا قوي يعني. فعلى بال ما قمت وجيت راجع كان ايمن اخويا بيشيلوه يعني. ابتديت اشيله يعني، شلته انا ومجموعه من الناس ودخلت بيه في فندق هيلتون رمسيس. ما كانوش عايزين يفتحوا لنا الباب الاول، بس طبعا مع العصبيه اللي احنا كنا فيها وكنا خلاص سايرين جدا ففتحوا لنا الباب ودخلنا. انا داخل بيه على اساس ان انا ممكن الاقي
اسعافات جوه، الاقي دكتور جوه فندق فيه سياحه يعني، المفروض هيبقى فيه حاجه زي كده. فما لقيتش اي حاجه من ديت، اتصلوا خليتهم اتصلوا بالاسعاف كذا اتصال، ما فيش، اتصلت انا من على الموبايل بتاعي اكتر من مره، ما فيش غير مره واحده ردوا عليا فيها وخدوا البيانات. حضرتك فين؟ في فندق هيلتون رمسيس. طب احنا جايين لك في الطريق. فضلت قاعد حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع مش عارف انقله او اوديه في اي مكان، لحد ما جالي شاب بفيسبا قال لي شيله واقعد ورايا بيه ونوديه المستشفى، انا اوديه المستشفى. فشلت ايمن وقعدت بيه وراه ورحنا على مستشفى القبطي. وانا رايح على مستشفى القبطي طبعا الناس استقبلتني على الباب، طبعا كان في ناس موديه مصابين فاستقبلوني ودخلوا وشالوا ايمن مني وبيدخلوه، فلقيت عربيه اسعاف واقفه بره. فسالت الموظف بتاع الاسعاف، بقول له انا كنت في ماسبيرو في الفندق بتاع الهيلتون وبتصل بقالي ساعه او ساعه وشويه بتصل، ما حدش جالي لحد دلوقتي. قال لي احنا واخدين تعليمات ان احنا ما نقربش من المنطقه ديت ولا ناخد مصابين. وعلى بال ما دخلت المستشفى لقيت تم الكشف على ايمن طبعا، وقال ان هو استشهد يعني. وبعد كده طيب ايه الاجراءات اللي انتوا اتخذتوها، اجراءات قانونية يعني اتجاه الموضوع؟ والله هو كان في تبع مكتب الاستاذ ايهاب رمزي، كان في مجموعه من المحامين. انا عن نفسي ما كانش بيتحرك معايا غير الاستاذ نبيل غبريال، هو الوحيد اللي كان بيروح معايا. راح معايا محكمه شمال، محكمه جنوب، وراح معايا النيابه العسكريه، هو الوحيد اللي كان بيحضر معايا، هو الوحيد اللي كان بيتحرك. فانا مش متابع طبعا تبع استاذ ايهاب، انا ما اعرفش اي تفاصيل من ناحيته غير على اتصالات بالاستاذ ثروت، الاستاذ ثروت بخيت بس. لكن الاستاذ نبيل هو اللي متابع معايا، وانا حتى لما كده بتصل بيه في اي وقت. اخر الاوضاع لغايه دلوقتي ايه؟ لا مفيش جديد، مفيش جديد. بالنسبه للتقرير الطبي، انت اخدت تقرير من المستشفى القبطي، في تقريرين طلعوا، واحد اول ما روح التاني يوم على طول قال ده خناقه باين. هو في تقارير طلعت لناس، لبعض الشهداء، حاجات غريبه، هبوط في الدوره الدمويه وسكته قلبيه وكدمات وصدمه وحاجات غريبه كانت بتتكتب. لكن ايمن كانوا يعني مختصرين في الكلام قوي يعني، هو كانوا كاتبين له دهس، بس دهس بايه؟ مش مكتوب. فطبعا الناس اعترض يعني، احنا كلنا اعترضنا على الكلام دوت. لا امال التشريح دوت حصل ليه؟ او التقارير دي دهس ديت كان التقرير المبدئي الاول اللي طلع ولا التاني؟ لا ده الاولاني. بالنسبة في جزء أنا نسيته في الأحداث، إن أنا وأنا بنقل أخويا على الموتوسيكل على الفيسبا وإحنا ماشيين، فكان في ناس، مجموعة من المدنيين بتضرب ناس تانية يعني، بتضرب أشخاص تانيين. فشفت القيادة من الجيش بتقوله خلاص خلاص سيبه دوت، فراح قال له تمام يا فندم. يعني دي اللي حضرتك، اللي انا بقولت لحضرتك عليها، اللي الناس اللي هجمت علينا من كوبري على كوبري المشاة بتاع السبتيه بيكسروا في العربيات. انا توقعت ان يعني لما شفت الموقف دوت، هو تبع الجيش برضه، تبع الجيش، ما هو مش هيقول له تمام يا فندم غير لما، مش هي... ما فيش بلطجه هيروح يقول له قياده الجيش يقول له تمام يا فندم. وفي جثث، في بقى شهداء كتير اترمت في الميه، وفي ناس كانت بتنزل تحاول تلحقهم كانوا بيضربوهم بالنار في الميه كده يعني. في النيابه ما قدمت لكش استدعاء للشهاده او تدلي باقوالك بخصوص الواقعه دي؟ رحت النيابه العسكريه. انا اول ما دخلت كان معايا الاستاذ نبيل، فدخلت لقيت قال لي احكي زي ما انت عاوز، قول اللي انت عايز تقوله. فابتديت احكي الحكايه زي ما انا قلتها لحضرتك كده، ابتديت احكي الحكايه لغايه ما حكيت زي ما انا قلتها لحضرتك. فابتدت الاسئله بقى بتاعتهم يعني، الأسئلة المستفزة جدا يعني. فبيقول لي سين، حضرتك شفت رقم المدرعة اللي دهست أخوك؟ فقلت له حضرتك أنا دلوقتي شايف أخويا بيدهس، هبص على رقم المدرعة؟ أنا واحد من الناس ما دخلتش جيش، ما أعرفش الرقم بتاعها يبقى مكتوب فين بصراحة، هي مش عربية 28 عارف إن ورا وقدام. فلقيته قال لي يعني ما تعرفش؟ قلت له لا ما أعرفش. راح كاتبها،
بعد كده راح بيسألني السؤال اللي بعديه، طب حضرتك شفت اللي سايق المدرعة كان مين؟ شفت حضرتك اللي سايق المدرعة؟ قلت له والله انا راجل متعلم، بس انا اللي اعرفه ان اللي بيسوق المدرعة ده بيبقى جواها، ما بيبقاش قاعد فوقيها. فكانت أسئلة غريبة جدا يعني، يعني ما أسئلة غريبة، أسئلة غريبة، بيحاولوا يستفزونا بطريقة يعني، بس يعني ما فيش في ايدينا حاجة نعملها، ما فيش في ايدينا حاجة نعملها غير يعني في اجراءات بقى، احنا يعني هيبقى في اجراءات، احنا مستنيين البلد بس تهدى علشان نعرف ناخد حقنا بس. إن شاء الله إحنا مش عايزين حاجة من حد، إحنا كفاية السما بتجيب لنا حقنا يعني. هو ده طبيعي، ربنا بيجيب حقنا، في ما فيش حد بيحصل له حاجة من ولاده غير لما بيجيب حقه، بس انا عايز اعمل كده يعني، عايز امشي في خطوات رسمية علشان البلد ديت المسيحيين اللي فيها يعرفوا يعيشوا بعد كده. ما انا لما يحصل فيا حاجة واسكت، ويحصل فيا الحاجة اللي وراها واسكت، والحاجة اللي وراها واسكت، ما انا عملت فيهم كذا وكذا 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 ومحدش عمل حاجة، فهيزيد الاضطهاد ده، هيزيد لو انا ما وقفتش قدامه، هيزيد اكتر. احنا كمان ما ننساش نذكر المجلس العسكري في القرار اللي نزله، قال ان هو حول القضية مزبيرو من محكمة عسكرية لمحكمة مدنية ومشي القضية. المجلس العسكري بقى ده يعني انا مش عارف اقول عليه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يعني، بصراحة انا مبسوط منه جدا المجلس العسكري. مش عارف يعني، في بداية المؤتمر اللي هو عمله قال لك أصل المدرعة اتسرقت، طب هما كانوا 4 مدرعات بيدهسوا الناس، أنهي واحدة فيهم اللي اتسرقت؟ دي حاجة. الحاجة التانية قال لك أصل العسكري اللي بيسوق المدرعة جات له حالة هستيرية فحب يهرب بالمدرعة من المتظاهرين، طب واحد هرب وخرج بره، إيه اللي يخليه يلف ويعدي من فوق الرصيف ويرجع تاني؟ ما تقوليش إن ده خايف. ده طرف تالت، طرف تالت فين الطرف التالت ده؟ هو مش في ده، انا معايا فيديوهات متصوره المدرعه وهي بتدهس في الناس، العساكر بتضرب، بتطلع منها بتضرب نار. فين الطرف التالت؟ فين الطرف التالت اللي بيتكلم عليه المجلس العسكري؟ الطرف التالت ده اللي هو مستخبي جوه المدرعه بيطلع يضرب ويخش تاني؟ احنا معانا كمان صديق، صديق الشهيد أيمن برضو كان حاضر معاه في نفس اليوم، ونعرف منه برضو اللي حصل واللي شافه في اليوم دوت. عرفنا بحضرتك عادل إبراهيم. أهلا وسهلا بك عادل، عايزين نعرف ايه اللي حصل في اليوم دوت، وقابلت الشهيد أيمن امتى، وابتديتوا تتحركوا من امتى؟ أيمن آخر مرة شفته فيها كنا يوم الخميس اللي هو قبل يوم الأحد على طول، ماشيين أنا وهو وائل هنا في شبرا، فهتروح المزارع يوم الأحد أيمن؟ قال لي لا. وائل قال لي لا. عدينا على كده وخلاص، فانا قلت لهم لا زي ما تروحوش، واختلفنا على كده وسيبنا بعضنا ومشينا. انا ساكن في امبابه، فجينا يوم الاحد انا ما لحقتش المسيره من دوران شبرا، وصلت في الاولى ليه، نزلت من عربية الجواز جاي من امبابه، لقيت في ضرب ازاز مطوب بتتحدف في ايه ده، كان مستشفى الاقطرة مدرسه الاقباط اللي هي في اول نفق الاولى ليه، ده الضرب كان جاي من عليها، ناس جواها بتحدف ازاز بلوتوث وطوب علينا، وانا بيب مولع بيكسروا في العربيات زي ما قال وائل. المهم وقفنا، كانت المسيره هم بيحدفوا على السيدات اللي كانت معانا، يعني المسيره كلها كانت حريم يعني، في اولها حريم، هم بيضربوا في الحريم، اتعاملنا معاهم عشان نعدي المسيره كلها الحريم. خلصنا كنت خلصنا وعدينا الحريم، فوصلنا كلنا في الاخر لحد مزبيرو. فعلى بال ما انا وصلت المزبيرو كان الضرب اشتغل، وكانت الناس مسكت في المدرعة اللي فيها الناس كتيرة اللي هي يعني اللي بيقولوا دهست الناس كلها. و يعني هقول لك على حاجة، يعني انت في ناس قدامك ميتة فمش عارف تعمل ايه، كل اللي جاي عليك انك ماسك طوب بتحدف على المدرعة اللي هي دهست الناس والدم قدامك في الارض. في 3 عساكر جوه وواحد منهم خرج فقال انا مسيحي، نط من المدرعة جري على ابونا في لوباتيري، الحقني يا ابونا احنا جرينا عليه يعني عايزين ناكله بصراحه، يعني انت اللي عملت كده. ف ابونا قال لا يا جدعان مش هينفع، فاحنا برضه ما مسكناش، فما ماسكين في الولد تقريبا ف وقعنا الولد في الارض العسكري دوت، فابونا راح واقع عليه وراح مغطي نفسه بيه كمان، فلقينا رجعنا لورا
ما كانش في حد قدامنا الا في المدرعه دي محروقه وفي عساكر ورا واقفه كتير جدا جدا. انا في الفتره دي كان في قدامي انا وفليب صاحبي معانا الشهيد شنو ده ده وقع معانا في الارض فشلناه شلناه وركناه جنب الرصيف، فمش عارفين محتاسين نعمل فيه ايه يا ربي يعني. انا معايا شهيد فبقول لي فليب هنعمل ايه، مش هينفع نسيبه ونمشي شوف هنوديه فين انا مش عارف، بس انا مش همشي من جنبيه. في اللحظه دي وائل بيرن عليا بيقول لي عادي يعني، وائل بيرن عليا فانا عمال اكنسل على وائل مش عايز ارد عليه، انا واقف موقف اول مره اشوفه شاب بهدل اخر بهدله قدامي، فانا مش عارف اللي في دماغه ده دماغه طبيعيه ولا دي دهس، فحاله غريبه ومش متوقع وائل اخش دايما بيرن عليك ليه. يعني انا متوقع وائل يقول لي انت فين يا عادل، مش متوقع ان هو يقول لي انا انت فين يا عادل، فانا عمال اكلسن. ف اخر ما زقته كنت فاتح على وائل وعايز ازعق فيه اقول له في ايه، فبقول له في ايه يا وائل عايز ايه، لقيته بقى الحقني يا عادل في ايه يا وائل، قال لي ايمن نات انت فين يا وائل، قال انا في الابتش. قفلت مع التليفون ما عرفتش ارد خالص، كان معايا فليب كان معايا كمال اخويا في المصيره فبيرن عليا كمال، فبفتح له وبعيط قال لي مالك فيه، قلت له حاجه انا راح مستشفى الابتي، قال لي فيه، قلت له ايمن راح السماء، قال لي ايمن صاحبنا، قلت له قال لي انت فين، قلت له معايا الشهيد ده في شهيد معايا ومش عارف اعمل فيه ايه، فواقف انا وفليب فبقول يا رب يعني حل لي يا رب انا مش عارف اعمل ايه في دوت يعني، وفي شهيد هناك الميدان كله ما فيهوش ولا عربيه خالص صدقني يعني. يمكن بقول دي عشان هو قال لك مراجيح جزار وفي مجازر حصلت كتيره، فانا احنا الميدان فاضي قدامنا كله شباب واقفه، فانا بقول يا رب نعمل ايه في دوت. مره واحده كده يقطع عربيه 132 قدامي انا ما اعرفش جت منين، فبيقول لي معاك حاله، بدل ما اقول له انا اول كلمه بقول له انت جيت منين، قال لي معاك حاله، قال لي انت، هو بيقول لي انت معاك حاله، بقول له انت جيت منين، اتكررت ثلاث مرات بينه وبينه لقيته بيزعق معايا، قلت له معايا حاله، فركبنا العربيه ف 132 فراح بيها على المستشفى، وصلنا المستشفى دخلنا جوه. فين يا وائل؟ لقيت وائل قاعد بره نهائي، انا مذهول يعني، انا اللي جاي عليا انا عايز اعرف مين ده اللي ظهر يعني، اللي وسط الميدان فاضي خالص خالي من اي حاجه، لقيت عربيه 132 قدامي مره واحده، فانا قاعد مركز معاه خالص. وصلنا المستشفى نزلنا الحاله اللي معانا، انا برده ما دخلتش يعني ما وصلتش اشوف ايمن، قمت راجع تاني يا جماعه فين 132 كانت واقفه هنا، الناس اللي بره المستشفى مفيش حد هنا يا جدعان، كان في 132 انا نازل منها دلوقتي، قالوا ازاي 132 تخش وسطنا دلوقتي يا جدعان، لسه نازل منها بحاله حالا دلوقتي، قالوا لا ما فيش الكلام ده انت حضرتك بصيت للناس، فدخلت صدقني فدخلت جوه، ما خلاص انا مش فاهم حاجه، بس مين ده؟ شهيد ماريجريس كمان نقل حاله تانية اللي هي كانت في عربيه الزباله، فدخلت جوه دخلت جوه المشرحه لقيت جوز اختي شهيد ايمن ميلاد واقف، شفت ميلاد فعرفت ان هو ايمن قدام على طول، منظر لا يقول لك ايه يعني، انا شفت في حياتي غدر كتير من ناس كتير جدا جدا، لكن الغدر اللي انا شفته دوت مش متخيله يعني، ناس كتير ناس متبهدله وناس متقطعه، غير اللي احنا لمحناه كمان هناك ان كان يعني وائل بيقول لك ناس بتترمي، انا شفت ناس بتترمي صدقني يعني، مربين الناس بتتشال كده وبتترمي في الميه، ما اعرف صاحي ولا ميت صدقني، بس في ناس قدامك بتترمي في الميه. معايا واحد من العيله عندي برده من امبابه، كان لا اربعه مدهوسين ميتين، فبيشيلهم هو والجماعه اصحابه اللي معاه فبيدخلوهم بيت، الناس مش سايباهم بيدخلوهم البيت صدقني، الجيش طالع لهم وبيضرب فيهم ده يعني، بيشيلوا ناس ميته بيدخلوها مدخل عماره برده الجيش بيضرب فيهم، فايه ده يعني مش عارف اقول لك ايه. في المستشفى برضو جت عينه مجموعه من السلفيين، اللهم بقول لك سلفيين الله اعلم، طلعوا عينه وحدفوا، اللي خلانا نقدر عليهم كان في خرطوم مطاطي بتاع المستشفى ده اللي سحبناه وخرجناه وفتحنا عليهم الميه لولا كده، ده كانوا عايزين يخشوا المستشفى. طب انت عايزين تخش المستشفى تعمل ايه؟ ده نيجي لايمن، ايمن نقدر نقول ان ايمن كان معد للسماء يعني، ايمن كان مجهز نفسه للحاجه، اتجوز ايمن لا خدوم جدا جدا لكل الناس، محب لكل الناس، للمسلم قبل المسيحي كمان صدقني، هنا في شبرا في مربان هنا الناس كلها، عمرنا ما شفنا ايمن عامل مشكله مع حد ولا مزعل حد، فيجري وراك ويخدم الغريب قبل القريب ايمن، فهو ايمن كان مجهز نفسه للموضوع ده وتملك، ونقعد نتكلم يقول لك لما تيجي مثلا حادث استشهاد يا ريتنا نوصل زيه، نفسي ابقى زيه جميل او فرحان بيه، فرحان بيه ربنا سمع صلاته وطلبته وحقق له. لكن نرجع تاني نقول التقرير النهائي الطب اللي طلع دهس بالمدرعة وقال لك تكسير في الحوض،
هو التريننج موجود هنا كله يعني، هو في اكتر من اربع خمس حاجات بسبب دهس المدرع. بقول لك وزن المدرع 11 طن، حاجه 11 طن بتدوس على بني ادم انت عايز تخلي فيه ايه؟ لما دخلنا شفنا الناس اللي جوه، ف بجد يعني اقول لك ايه، انا كنت اسمع العصر الاستشهاد من خلال السنكسار من خلال الكتب، فاقول لك ايه، اهلا اهلا بالاستشهاد تاني، اهلا بعصر الاستشهاد تاني، واحنا مستعدين صدقني لي باي وقت وفي اي مكان. ايمن جسمه كله نقدر نقول ما فيهوش عظم يعني، ايمن في النهايه جسمه ما فيهوش عظم، الدغدغ خالص تعطف في الكبد والامعاء والكلى الدلوع، فهو بس فاقول ايه يعني ربنا موجود، ربنا موجود. وهننهي اللقاء برضك مع والدة الشهيد ايمن. طب تعال نقول لسيدنا عايزك ترجع بالسلامه يا سيدنا، بجد انت وجودك في مصر هنا بيدينا الامان والقوه، واحنا حاسين فعلا بعدم وجودك يا سيدنا، عايزك ترجع بالسلامه يا سيدنا لارض الوطن، احنا حاسين بعدم وجودك يا سيدنا، صدقنا وجودك هنا معانا بيدينا القوه بجد، ترجع لارض الوطن بالسلامه يا سيدنا. كلنا بنصلي نرجع له بالسلامه، لان وجوده معانا بيحسسنا بالامن والقوه والامان يعني فعلا. معانا كمان احد اصدقاء الشهيد ايمن، عرفنا بحضرتك الشيخ صفيق، احكي لنا شويه عن ايمن، كان معاملاته معاكم ازاي وبيتعامل مع اصحابه ازاي؟ هو معنى صاحب جدع وخدوم وما كانش بيسيب حد في اي حاجه، سعاده كنا نلاقيه، فرح كنا نلاقيه، فاي حد كان يقف معانا في اي حاجه نساله في اي رد علينا، بس يعني هو مع المسيح احسن من الدنيا كلها والله يرحمه. بس في كان نقطه بتاعت المشرحه في الابتي، ساعه ما كانوا عايزين يخلوا الشهداء كلهم يروحوا زينهم تمام، ووقفنا طبعا زعقنا وكده، وجي استاذ ايهاب رمزي اتصل بالنائب العام ووقف شويه وقال لك لا هم هيجوا هنا، لان احنا لو كنا رحنا بالشهداء من الابت لزينهم ما كان البهدله وما كناش هنوصل بيهم تمام، ودي ربنا حلها من عنده برضو والحمد لله، وخلصوا ودونا التقارير بس الساعه 12 ونص بالليل. في جنازه الشهيد مينا برضو لما لفوا بيه في التحرير اتعمت معاهم مشكله وضربوا برضو. لكن انت ما كنتش معاه في المسيره؟ انا كنت معاهم لغايه اخر شارع شبرا، بعد كده رجعت وهو نال الشهاده. احنا بنشكرك جدا، وكلم شويه مع والده الشهيد ايمن. احنا من خلال قناه طريق بنحاول نقدم اي حاجه، فدوت مساعده خاصه من قناه طريق. طبعا احنا مهما قدمنا مش هنعوض دم الشهيد، احنا جايين ناخد منكم بركه ونتعزى بيكم، بس دي حاجه بسيطه من القناه بتقدمها ليكم، وقناه طريق بتقدم لكم كل التعازي ومشاهدين قناه طريق. هنشوف مع بعض كده لو في اي مداخلات تليفونيه نقدر نستقبلها. تمام، في مكالمات تليفونيه ولا لسه؟ طيب احنا في انتظار مداخلاتكم، احنا في منزل أسرة الشهيد أيمن ومنتظرين مداخلاتكم التليفونية والتعازي لأسرة الشهيد أيمن، لو في أي مداخلات تليفونية في انتظارها. تحبي توجهي كلمة لأهالي الشهداء التانيين تعزيهم برضو بكلمة مني؟ أقول لهم ربنا يصبركم ويصبرنا وربنا معاكم ويصبرنا على بعدهم عننا وعلى فراقهم عننا، وربنا يسامح اللي عمل كده، في رب ربنا موجود، وربنا يوعلكم في طريقكم يا ابني ويحافظ عليكم، شكرا على تعبكم معانا ربنا يخليكم. الو انا بوجه تعزياتي لاهل الشهيد ايمن، وبشكر استاذ جوزيف نصر الله على مجهوده الباذل جدا. الله يخليك، عرفنا بحضرتك مينا عازر. اهلا وسهلا يا استاذ مينا، احنا في منزل اهل الشهيد ايمن ومعاك والدته كمان، لو عايز تبلغهم اي كلمه.
اوكي، احنا بنشكركم جدا اعزائي مشاهدين قناة الطريق، وكمان شوية انتظرونا، يعني خلال 5 دقائق هنكون في لقاء اخر من منزل اهالي الشهداء تانيين، وابقوا معنا، ونشكركم جدا وتعزينا لاهالي الشهداء كلها. شكرا.